الفكرة الأساسية من خلق هذه البيئة في جامعة القدس لإيماننا المطلق بأنه أن لا نبحث عن وظائف، أن نبتكر وأن نخلق هذه الوظائف بأنفسنا. هذه هي البيئة اللي إحنا نسعى لها في جامعة القدس. هذه هي فرصة فلسطين، فيكم أنتم إنه كيف ممكن أن تخلقوا بيئة ريادية. اليوم كان عندنا الحفل الختامي للمسابقة بجامعة القدس، تنافس عدد كبير من الفرق لليوم. كانت الأفكار كثير مميزة، كثير التنافس جداً قوي بين الفرق المتنافسة. تأهل معنا 3 فرق على مستوى الجامعة ليتأهلوا للمراحل الثانية إن شاء الله من المسابقة على المستوى العالمي. كنا متوقعين رايحين نفوز عشان استخدمنا الـ AI والـ Machine Learning، واستخدمناهم بأشياء الـ Recycling على أساس إنه نعمل أواعي عن طريق الـ AI، الذكاء الصناعي بعطينا أواعي بناء على أشياء ترند وأشياء يعني كان اليوزر كابل فيها. فكرتنا كانت بأنه نوظف التكنولوجيا في سبيل تقليل استهلاك الملابس وبنفس الوقت نوصل لكاستمر ساتسفاكشن. إحنا الحمد لله فزنا بالمركز الأول وخلصنا من المرحلة الأولى، ونطمح للفوز بالمراحل الثانية على مستوى الوطن وللمراحل المتقدمة.